نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة التطبيق. لا يستجيب بخطوة واحدة، سريع الحل. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سنقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الانستغرام خاص بكم، بعدها سنقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سنقوم بإيقاف إعادة تشغيل نقطة الاتصال الهواتف المحمولة. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على لايك.